اهلا بكم متابعين تلفزيون اليوم السابع من شارع المعز. رغم الاغلاق تمام الساعة 9 لسه برضو شارع المعز زحمة. صورت يا جميل يا معلم. طب انت اللي حلو. اه جبت معاك. كنا معاكم في جولة من شارع المعز بعد إغلاق الساعة 9 مساء. المحلات أغلقت بالفعل ولكن برضو الناس مستمرين في التوافد ورغم الضلمة لسه برضو الزحمة مستمرة في شارع المعز. شكرا لكم متابعينا متابعين تلفزيون اليوم السابع، تابعونا دايما في لايفات جديدة وتغطيات جديدة. شكرا لكم.